خالص النادي الاهلي على الجائزه اللي حصلت عليها. الله يبارك فيك يا فاروق، ربنا يخليك. ودي جايزه في الاخر بتحسب للنادي الاهلي بكل تاكيد، او عفوا يعني كمان بجانب النادي الاهلي قناه النادي اللي ليها فضل بالتاكيد عليها. يعني خلينا اتكلم معاك يا فاروق فيما يتعلق بمران الفريق النهارده والجوانب الخاصه بالتدريبات والامور ماشيه ازاي عندك، قول لنا كل الكواليس. او خليني اقول لك يا امير ان المران انطلق في الساعه الرابعه. طبعا النادي الاهلي بيستعرف النهارده تدريباته ومرانه بعد العوده من راحه الامس. الفريق ابتدى المران في تمام الساعه الرابعه. مستر ريني فايلر في منتصف الملعب طبعا خمس دقائق توجيه وبعض الامور للاعبين، اجتمع باللاعبين في منتصف الملعب، ثم كان في اجتماع ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وحديث مع مستر ريني فايلر، ثم انطلق المران. تقدر تقول المران طغى عليه النهارده امير الجانب البدني. فريق راجع من فتره عايد من فتره راحه، فكل الامور البدنيه كان النهارده الشغل كله على الجانب البدني في الملعب مع مستر توماس. مستر ميشيل كان معاه ثلاثي حراسه المرمى شناوي وشريف كرامي وعلي لطفي، جوانب بدنيه وبعض الامور البدنيه كان شغال عليها مستر توماس، مع جزء منها امير بيكون من خلال بدون كره او بالكره، اجل طبعا تجهيز الفريق واللاعبين للاستئناف المرحله القادمه والمشوار القادم للنادي الاهلي. خليني اطمنك ايضا امير على حاله المصابين النهارده. كان كريم نيدفيد نقدر نقول بدا بعمليه بالجري حول الملعب ومعاه مروان محسن ومحمود متولي. مستر طمنا على كريم، طمنا على كريم. التدريبات الجماعيه مروان محسن في محمود متولي نزل تدريبات الجماعيه يا فاروق ولا لسه هينزل تدريبات الجماعيه؟ مين يعني يرسل؟ محمود متولي. لا محمود خلال الايام القادمه هيكون موجود ان شاء الله في التدريبات الجماعيه مع الفريق. هو محمود متولي خلاص في المرحله الاخيره من التجهيز ومرحله التاهيل الخاصه بمحمود متولي. خلال الايام القادمه ان شاء الله هيكون موجود مع الفريق في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله يكون موجود مع الفريق في مشواره القادم سواء في الدوري في البطوله الافريقيه بمشيئه الله امير. دي كانت ابرز الامور يا امير. مروان اخباره ايه؟ للمصابين اخبار مروان حاله الجاهزيه اللي عليها اللعيبه الاهلي الحاله البدنيه، زي ما قلت لك ان المران النهارده طغى عليه بنسبه كبيره الجانب البدني. عقب المران انتهى في تمام الساعه الخامسه والنصف. مستر ريني فايلر اجتمع مع اللاعبين ايضا عقب نهايه المران، كان في جلسه جمعت ما بين مستر ريني فايلر واللاعبين جميعا في ارض الملعب عقب انتهاء الجانب البدني مع مستر توماس. اجتمع مع اللاعبين، حاول مستر ريني فايلر اللعيبه تكون كلها جاهزه في انتظار زي ما قلت ان احنا نشوف القرار القادم ايه، لكن لاعب النادي الاهلي وجهازه الفني مستعدين للاستكمال والاستئناف في المشوار القادم بمشيئه الله. دي كانت امير ابرز الامور اللي كانت موجوده النهارده في مران النادي الاهلي. بالنسبه لمروان محسن يا فاروق كنت بسالك عليه. مروان يا امير اللي زي ما قلت لك خلاص مروان جاهز في انتظار بس الوصول اللي هو القناع او الواقي للوجه هيصل، وان شاء الله بعد وصول هذا القناع مروان هيكون متواجد في مران الفريق وموجود في التدريبات الجماعيه، وايضا يكون ان شاء الله موجود في المباريات. ده كان طبقا للكلام اللي قاله الدكتور خالد محمود، لكن نقدر نقول باستثناء هذه الامور ما فيش الحمد لله ما فيش اي امور اصابات اي شيء للاعب النادي الاهلي. طيب. حاله من الجاهزيه الفنيه الجاهزيه البدنيه والروح المعنويه اللي عند لاعب النادي الاهلي زي ما قلنا في انتظار القادم باذن الله يا امير. طيب هل هيبقى في تدريب او هيبقى في مباريات وديه بالنسبه للنادي الاهلي بيتم التنسيق ليها دلوقتي، خصوصا ان مفيش تقريبا مباريات رسميه بالنسبه للفريق خلال الفتره اللي جايه؟ هل سالت في الجزئيه دي؟ يا امير مفيش اي امور اعلنت خلال هذا الامر. هو الفريق هيستأنف تدريباته، تدريباته ان شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته غدا وبعد غدا. دي اخر الامور اللي هي المطلوب موجوده دلوقتي، لكن شان اقامه مباريات او لقاءات وديه ده امر لا ما لم يتم الاعلان عنه او الحديث فيه خلال هذه الفتره. الفريق هيقدم تدريباته في نفس الموعد بدون اي تبديل او اي تغيير لحد
يعني لحد دلوقتي اللي انا بكلمك فيه دي كانت هي كل الامور، لكن مفيش حديث عن ملاقات وديه او اي امور ثانيه يعني. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل كره الاهلي، واللي قال لنا كل الاخبار تتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي.